وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله العمل المكثف لتعزيز قدرات الدوله في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الامثل لمنظومه الطوارئ والسلامه العامه، جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس لمتابعه جهود تطوير البنيه التكنولوجيه والمعلوماتيه على مستوى الجمهوريه. وخلال اجتماع اخر مع وفد من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالميه، اكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيل اللوجستي المتكامل للحاويات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية. وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والفريق أشرف عطواء قائد القوات البحرية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشسون، كوسكو، أم أس سي، سي ام أي تيرمينالز على انشاء واداره وتشغيل واستغلال وصيانه واعاده تسليم محطتين للحاويات بميناء اي السخنه والدخيله باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار حيث ستقوم المحطتان باضافه طاقه استيعابيه للموانئ المصريه تصل إلى خمسة ملايين حاوية مكافئة سنوياً، ما يمثل زيادة بنسبة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات. وخلال الاجتماع عبر السادة الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر، في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال. يهدف لتعظيم الاستفاده من التحديث المتكامل للبنيه الاساسيه سواء على مستوى الموانئ البحريه او شبكه الطرق والمواصلات المتطوره التي تربط بينها وخاصه القطار الكهربائي السريع بما يحقق التواصل بين مناطق الانتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستيه والموانئ الجافه بالاضافه الى التنامي الايجابي في مستوى المرافق والخدمات وكلها امور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات اكبر في جميع المجالات واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمي في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانه دوليه رفيعه في مجالها وخبرات فنيه واداريه متميزه وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات، والذي يعد أكبر ممر لوجستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.